اليأس من الله. اليأس من الله هو أن يعتقد فرد بأن الله قد أغلق أبوابه، أو أنه لا يجد لأمره مخرجاً أو لعقدته حلاً، وذلك أن الإنسان عادة يملك انطباعات معينة عن الأشياء المتعايشة معه، وعلى ضوء هذه الانطباعات يرتب لكل شيء في تصوره أسباباً ونتائج، فإذا جرب كل الأسباب الواردة في تصوره ولم تسفر عن النتيجة المتوخاة، ظن أن لا سبب يؤدي إليها على الإطلاق. وأمام هذا الظن يلجأ المؤمن إلى الله ويحدث نفسه بأنني جربت كل الأسباب التي كنت أعرفها ولم يؤدي شيء منها إلى النتيجة التي كنت أحاولها، ولكنني كفرد من البشر يكون عملي محدودا، فلعل هنالك سببا أو أسبابا يؤدي كل واحد منها إلى تلك النتيجة، وأن الله المحيط بكل شيء يعرفها جيدا، فالأفضل أن أترك الأمر لله يصرفه كما يشاء، ونتيجة لهذا الإيمان لا يدب إليه اليأس، وإنما يحافظ على الأمل في مشاعره، ولا يتراءى له بصيص من النور إلا ويبدأ التجربة. وبما أن تطورات الحياة كثيرة، ربما تترتب الأمور بشكل تقدم إليه تلك النتيجة بلا محاولة. أما غير المؤمن فإذا جرب الأسباب التي يعرفها ولم تنتهي إلى النتيجة التي يريدها، انكفأ على نفسه في ظلام من اليأس ثقيل، وهذا اليأس لا يعني الجهل بالله وقدرته غير المتناهية فقط، وإنما يعني الجهل بالحياة وأبعادها البعيدة، وهو الضلال في منطق القرآن: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا فيما لم يسبق إليه وعد من الله. أما إذا وعدنا الله بشيء ولم نجد في أفقنا القريب المحدود إشارات تمتد إليه، فيأسنا منه لمجرد ذلك يدل على أن مدانا أضيق من حبل المشنقة. أوليس العلم المادي المحدود يقدم إلى البشر كل يوم أشياء لو حدثت بها كتب السماء لم يصدقها، لكن البشر يضطر إلى الاعتراف بها حينما يراها بالعين المجردة أو على الشاشة الصغيرة، فكيف بالله العظيم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا؟ في ظهور الرجاء والشفاء والقضاء للشجون، إنني راحة المتعب، قرة للعيون.